السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في سؤال ازاي الغي الملفات اللي موجودة هنا او ان افتح الريفت. في حلين، الحل الرخم ولكن ممكن يكون اسهل، ان انت تشوف الملف ده موجود فين. يعني هو انا موجود مثلا على السي يوزر معايز ديسكتوب، فممكن يا اما تنقله في ملف اخر او تغير الاسم وتقفل الريفت وتفتحه، مش هتلاقي الملفات دي لان خلاص المكان بتاعها اتلغى. لكن الاسلوب الصح بقى ان انا هروح على السي واروح رايح على اليوزر واروح مختار اسم اليوزر بتاعي، تمام، ايا كان اسم اليوزر بتاعك لما كنت بتسطب البرنامج. وبعد كده هتروح على اب داتا، ممكن يكون مخفي، فلو هو مخفي هتروح للفيو وتظهره، هتيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف في الاوبشن، وتخش على الفيو وتقول له شو هيدن فايل. طيب بعد كده هتروح على الرومينج، وبعد كده هتروح على اوتو ديسك. جوه الاوتو ديسك هتروح للريفت، طبعا الاظهارات دي اللي موجوده معايا، احنا كنا بنتكلم على ريفت كام، ريفت 2020. طيب هفتح ريفت 2020 وروح لملف الريفت اهوت، انزل بقى تحت شويه هتلاقي المسار بتاع الملفات اللي انت كنت شغال عليها، ريسنت فايل ليست، تمام. طيب ممكن ان انت تشيلهم، بالشكل دوت اهو، وهقول له سيف، وبعد كده هقفل الريفت وافتحه تاني. فتلاقي اختفوا، واللي ظهر اللي هي الديفولت البسيطة خالص لما بتسطب البرنامج لأول مرة، اللي هم جايين أصلا مع البرنامج. يبقى تاني المسار سي يوزر، اسم اليوزر بتاعك، اب داتا، رومينينج، اوتو ديسك، ريفيت، اوتو ديسك ريفيت 2020. ومش لازم تلغي كله، ممكن تلغي بس الملفات اللي انت مش عايزها تظهر عندك على الجهاز.